ويحسب كمان مع الحضور لأنه يضيف فترة معينة يحرم من الامتحان. يعني شيء أقل من 50% حضور. طيب. ما يضلوش يضلوا فاكين طالعين بالمحاضرة، اللي بتروح على الحمام يروح فيها هسه، بتروح مش عارف شو، أوكي؟ ما تعملوش هسه واحد فايت فقط طالع واحد كذا. إلا إيش طالع يطلع بس. طيب. محاضرتنا اليوم عن الأركير الديزيز. رح نحكي عن نوع اكستريميتي ارتيريال ديزيز والسيربرو فاسكولار ديزيز والزنتريك فاسكولار ديزيز والارتيريال انيوريزمز. اوكي. بالنسبه لنوع اكستريميتي ارتيريال ديزيز ممكن يكون كرونيك، ممكن يكون اكيوت اور اكيوت اون كرونيك. الكوز عاده بيكون ايش؟ بيكون ايذر ستيروسس اور by atherosclerotic plaque. طبعا في عندنا other causes like thromboangitis of veterans, mitral fracture, adventitious vascular sections, trauma. هذول كلهم causes of vascular lesions, non atherosclerotic vascular lesions. بس 90% من الحالات بيكون ايش؟ عباره عن atherosclerosis. طيب الانسيدنس طبعا الايج از ريسك فاكتور، كل ما زاد الايج كل ما زاد الانسيدنس. معظم مرضى الكرونيك اسكيميا معظمهم الدرجه يقول المرضى عنده لور رينج اسكيميا هي ويل هاف انكريز مورتاليتي ريت بيكوز اوف انه في عنده اسوسييتد كمان از ويل يكون اسكيميك هارت ديزيز زي ما احنا شايفين هنا. بس سيرفايفر ريت يزيد كل ما يعني او قل السيرفايفر ريت كل ما زاد السيفيرتي او دوافع التسكين. ريسك فاكتورز عند المرضى اللي المفروض تسال عنهم بالهستري مهم جدا، بالهستري من مهم جدا تسالوا عن smoking, age, diabetes, hyperlipidemia, hypertension, family history, homocysteinemia, hyperthyroidemia, hyperthyroidemia, هذا كله risk factors. Obesity, sedentary lifestyle, male gender, and hypercoagulable state. The chronic lower limb ischemia, history of major bone ischemia. ممكن عادة تكون vascular pain intermittent claudication colitis ulcerations هاي الكومبلينس ماشي. طبعا لازم تسأل بالهستوري كمان عن السيمتومز هاي لما نجيك حالة امتحان مسكي او حالة مريض بالعيادة او بالمستشفى، تسأل عن كل السيمتومز هاي اللي موجودة عند الأولاد. بدك تسأل عن ريسك فاكتورز حكينا من شوية. اسال عن اذا كان اسيتد في عنده اسيت كاردك او نيورولوجيك ديزيز، اذا عنده باست هيستوري في ام اي، اذا عنده ستروك تي اي اي، اذا عنده فاميلي هيستوري او بريماتشور ارتيريال ديزيز. فاميلي هيستوري او بريماتشور ارتيريال ديزيز يعني مثلا بتلاقي اخوانه مثلا موتوا جلطه كان عمره 30 35 مثلا، هذا فاميلي يعتبر بوزيتيف فاميلي هيستوري. أما مش واحد أبوه مثلاً 90 سنة وهو معاي، أوكي، ولا أنا مش سيجنيفيكانت فاهمني بالفاميلي هيستوري. الستيجز في اسمه كونتين كلاسيفيكيشن أوف كرونيك لور ليمب إسكيميا. ستيج 1 تكون عنده ليجز لكن هو أسيمبتوماتيك. ستيج 2 بصير عنده انترميتنت كلاديكيشن
أقل أو أكثر من 2 متر يعني تمشي ستيج 3 نايت أو ريست بين بدون ما يمشي عنده وجع في الفيت بالهاتلان الريست بين بصير عنده بالفيت بينما الكريتيكال ديكشن بصير بالمسلس بالكاف مسلس موست كوملي ستيج 4 بس عنده برد ألسرز وجانجرين هون دخلنا بي ستيج 4 آخر اثنين هذول اللي عندهم ريست بين أو اللي عندهم تيشرس هذول اسمهم كريتيكال للمسكين طبعاً ريسيدنس أعلى طبعاً للور ستيجز هاي ستيجز أكتون ريسيدنس أقل شو اللي تبقى في الديكاشن؟ It is pain felt in muscles after walking relatively constant distance due to arterial insufficiency okay tightness or cramp-like pain it is كلها يعني كلها أي كراكتنس The pain disappears completely within a few minutes of rest. Okay, and it is reproducible. And the claudication is a sort of walking uphill or upstairs. الواحد يبقى ناشف. أنا كنت في عيادة الصحة قبل شوي بس ما تقريبا فوق 60 مريض. يعني مباشرة خلاص العيادة وجهت مباشرة الواحد يشوف يقول. كل مرضى مثل هيك مرضى أكثر من الكلوديكيشن يعني حتى موقع يعني موعد المحاضرة غلط المفروض واحد يعني نزل بعد ما معاه عيادة زي هاي خلاص روح هنا 60 مريض يعني أرضين شوف 60 مريض وتحت مع كل واحد يصير معظم من مستوى الكلوديكيشن وتركبوا هذا فوق هيك بتهاوشوا على الدور من قبل من اللي مش عارف شو أوكي هذا دخلوا هذا دخل واسطة وهذا دخل واسطة اوكي ممكن ندخل شو اصلا بس نذكر انه بقى الناس دخلت واسطة فبنعطيها نص علم ونص الثاني ايش؟ المرضى يعملوا مشاكل اوكي عشان يحاول يفوت قبل الدوره عشان يفوت واحد يروح ينام مش ياخذ المحاضره راح يلقوا ناجح طيب بس ما فيش لعبه في 2004 مو هي خلاص مشي اثنين عنده عمليات ها؟ واثنين عنده عمليات طيب فمن بنترن الكلوديكيشن جاء جزء 20 واحد اليوم بنترن الكلوديكيشن بيمشي مسافه بصير عنده لور ذن بين طيب ممكن هذا البين يكون بالكالف مصر او ممكن يكون وين بالثايس والباتوكس اذا كان الليجن مور بروكسيمال طبعا هذا كوزز اوف other causes of leg pain ممكن يكون يعني عندنا differential diagnosis ممكن يكون neurogenic طبعا في كثير مرضى من اليوم اجونا كمان كانوا neurogenic مش من المدير هي اجري وجع النوم اوكي بس واضح عندهم مثلا البلس تفحص البلس ممكن كويس رجله شكلها نورمال خلاف تبعها نورمال اوكي وارم رجله البلس جود بس دم لما يمشي يصير وجع بجري. وليد بالين سوابر كل يوم وجع. وكمان جانا فينس كثير فينس بتلاقي الجو فينس لك يعني كم واحد كل سوار بلو أوكي كل فيهم بس بس فين الباس ممكن ما تحسوش بس على تقدر موجود تحسوش لأنه بسبب السوليد طبعاً مهم جداً نميز ما بين النيورجينيك بيجي عادةً زي ما يعني بيجي على شكل سيانتيكا سيانتيكا فيه أذر كوزز طبعاً في كثير أجانب مرضى جوينت بين وبتلاقي عنده أو أنكل أو نيب بين أوكي مرضى إنفكشن مرضى كرونيك مثلاً عنده مصر سبازم مرضى تروما أكل هو ضربت من أيام تميز انت ايش بين شو الدياجنوز السبع طبعا مهم جدا انه ايش ترول اوت اللي يكون الباسكولار دياجنوزس لان الباسكولار دياجنوزس از دينجرس لان في امبوتيشن اوكي الباسكولار دياجنوزس في امبوتيشن فمهم جدا نميز عنده باسكولار ديزيز ولا فيش باسكولار ديزيز اما اذا طلع مصر ستاس بعدين ما يطلع مصر ستاس اوكي بس اهم شيء ما يكونش عنده ايش ترول اوت اللي يكون عنده
vascular disease, DVT, يكون عنده يكون عنده ischemia. هون مرضى فلسطين مرضى فلسطين كان القدم عند الفوت توجع لأنه decrease blood supply لما ينام بقلب البشر فبقلب blood supply to the foot فبتلاقيه بدليها مشان increase blood flow to the foot لأنه بعرفش ينام بس من الوجع أول ما ينام بصير عنده pain يعني night rest pain هذا بالسبيل كده gangrene بصير أصابع سود أوكي دراي او ويت دراي اذا كان في انفكشن ويت جانجرين اذا كان في عنده انفكشن كريتيكال ليب اسكيميا اللي هم زي ما قلنا في اخر اثنين روسبيا او مريض اللي عنده تشلس هذا ريسك هذا كريتيكال اوكي بروفايدد انه يكون عند هذا ديو تو فاسكيولار كوز مش ديو تو اذر كوز ماشي يعني ما يكونش عنده pain due to trauma نقول عنه هذا والله يا فلسطيني لا بده يكون عنده evidence of vascular disease اللي هو ايش؟ اللي هو ankle pressure below 50 or two pressure below 30 Leriche syndrome Leriche syndrome هو يكون عنده proximal disease اول طويلة disease بتلاقي عنده المريض claudication of buttocks of thighs أبسط أو تكريس فيمورال باسل تحس فيما طبعاً لازم تفحص المريض بارسس كامل فوق وتحت أوكي إمبوتنس إمبوتنس ماشي يعني أنت بالأسفي أوكي لما تجيك حالة زي هيك تسأل تقول في إمبوتنس أو لا أوكي تسأل تكون حالة يعني تلج لنعرف أنك أنت عارف أو تسأل عن طبعاً هذا سبب كله ربنا سبحانه وتعالى سبب أوكي بس إذا كنت أنت بالمستشفى بتسأل مريض أوكي تسأل طالب لك أنه عنده أمبوتنس أو ما عندهش هذا المبنى الباسكو لأنه هذا دليل أنه عنده إيش انتيرن إليك أرتري ديزيز ها انتيرن إليك أرتري أو كومن إليك أرتري اللي بغلي الانتيرن إليك نفحص الابدومن طبعا هنا هيستوري هذا كله اخذناه كهيستوري اوكي هسه بنعمل اكزامينشن للمريض وممكن تيجي حاله هيستوري ممكن تيجي حاله اكزامينشن للمريض فبدنا نسال عن نشوف الكلر تشينجز اذا كان في سكين كلر عن كاركتر كلر اذا كان اذا كان دسكي بلو اذا كان بير إذا كان في عنده skin lesions, ulcers, amputations, gangrene, scars, أوكي. النيل بيكون إذا كان scaly, إذا كان thickened أو thin, shining, أوكي. إذا عنده muscle atrophy, skin and hair loss, إذا كان عنده hair loss. إذا كمان إيش كمان؟ nail changes, nails يكون thickened, dystrophic. temperature tenderness بيكون cold tenderness بتلاقي ممكن يكون tender muscles calf muscles capillary fill مهم جدا نفحص capillary fill the pulses وكمان الاثنين عملوا neurologic exam اوكي الان في منهم زي ما احنا شايفين inspection في منهم palpation ها في inspection للسكين للنيرز للسولين للألسرس أوكي الكلام هذا كله إيش باي إنسبكشن التمبريتشر أوكي التندرنس كابيلر ريفلينج والبالسس هذا البالبيشن في طبعا اسكالبيشن ازول ممكن تعمل اسكالبيشن للميجر بزنس يعني انا عمري ما عملت اسكالبيشن
للأرتس. أوكي أنا كان دي تبحث الباسس ما تيجي تعمل ضغط. أوكي أستلتيشن ممكن تسمع أستلتيشن روي إذا كان في السنة تسعة كمان مهدية وعلى الوقت وريد الأرتس بيجمع فيزيس بار لا فيزيس. ثم الباس هنا بالمد الواينة بوينت بين سيفيس كيوبس وان اتيوس فيرمي سباين ثم الكمر الأرتري باس التفيت الأرتري فلكس دانية 33 ديبيز وان كمبرس باي بوث هانس تبس فينكرز على التفيت الأرتري أكيانس هيدوكتيبيا من التفيت الكرسي بصير تيبيا ميديال ماليولس ميديال ماليولس هايند بصير عند الفيرور تيميديال ماليولس اوكي مش لترال ماليولس ميديال ماليولس طيب الدورسال سبيدس جس لترال هذا هذا التجربه هذا كثير جس لترال لايلو اوكي سنسر هذا السنسر سندوم اكيد استبقى وان جس لترال كذا تندون راح تحس الباس زي ما احنا شايفين بالشكل هذا شوف كيف صار تمسك 3 فينجرز عملت لاين اوكي لان هم الاصابع مش طول بعض اوكي جاي الرينج فينجر اطول ها بالضبط رقم 3 اطول من تحت 12 شوي هون عشان يصير طول 3 طول بعض ويقدر يحطهم على الارتري ها تسجل ملاحظاتك بالشكل هذا بلس بلس ماينس مش بلس 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 تعمل كمان بيرجر تيست انك تقرر ما يرفع الخير او ترفع انت الخير لفوق بسرعة طيب المهم البلد نايم برفع الخير فوق 75 درجة بمسكها شوية بحب اشوف بتابع كلاب تشينج اوكي الان المفروض يضل نورمال اذا صار عنده بيل او الكلر انكريز زي ما احنا شايفين وانا معاه في هذا المريض عنده كريتيكال اسكيميا بعد ما اخليه يدلل جيم مع الفيز فيكس داون فروم ذا سايد ليفت اند يو سي ات بلدن تريبر بصير كيماتوس لانه وايد اليفيشن بصير فازو دلتيشن وان هانجينج داون اوكي ذيس فازو دلتيشن ذي ويل فيل وذ بلاد جنرال انفستيجيشنز اللي بعملهم بنعمل طبعا كل الريسك فاكتورز وكل شيء يعني اتخذوا ضغطه تعمل له بلاد جلوكوز اوكي السي بي سي ليفل بروفايل كل فانكشن تست اي سي جي ايكوكارديوجرام سكسس سيستم كل هاي فور ريسك فاكتورز انكل براكيا بشر اندكس استخدام جهاز الدفرة هاند هيلد دفرة اوكي exercise testing, top pressure, segmental pressure, duplex scanning, and jugger PSA, CT, and you. يعني أهم شيء إحنا عندنا أول يعني إذا نحكي دورة يعني مرتين براكس يعني ممكن مش كل فرصة Thank you.
يعني البلس البلس المفروض تحسه بيدك نورمالي ما حسيتوش بيدك تحاول انه تدفت الفيروس تطلع جاز تطلع اوكي تسمع السيجنال وبعدين بتعمل اللي هو بتقيس البريشر الان يوزنج كف وانا وانا سبيسيفيك بتحط على الارتري اوكي وتنفخ الكف لحد ما يروح الصوت تعرف ان هذا السيستميك بريشر هو اللي طلع انت بريشر تقسمه على التراكيال بريشر تقسمه على التراكيال بريشر اوكي شو بيطلع عندك؟ بيطلع عندك اي بي اي الاي بي اي المفروض يكون لو 1 نورمالي بس ممكن تلاقيه لو بسبب انه سكيل اذا كان بريسا 0.4 كون سيفير 0.4.7 ميدرنت 0.7-0.9-0.5 اذا كان جزء فلسفايد ما راح يعطيك لون جرين لانه يكون نوت بي كومبرست عشان هيك لو عندك دايبيتس عندك فلسفايد جزء يفضل ناخذ تو بشر تو بشر طبعا هذا المريض اذا انت عملت له اي بي اي وطلع عندك 0.9 اوكي اذا خليني شي شوي خمس دقائق يرجع لك راح تلاقي اقل هذا دليل على اسكيميا دليل اسكيميا اكسب صار تسكي كلر دوبلكس سكان جهاز الالتراساوند اوكي هذا هو متصور انت الجزء تو دايمنشنال زي ما شايفين في مود زائد اعطيك الكلام زائد بتضيف له انت بتضيف له اللي هو الدبلر كلر دبلر فور ديتكشن اوف فلو اند دايركشن اوف فلو اوكي هون زي ما احنا شايفين البلسز طبعا راح يعطيني كير مثل هذا نايس كير راح يعطيني الفلو وذن ذا ارتري كلر دبلر سكان راح يعطيني كمان صوره تو دايمنشنال وكلر دبلر هون بتجيني صوره الارتري وكيف الفلو ماشي فيه زي ما احنا شايفين هون بالنقطة هاي باخذ لي فيلوسيتي اوكي فيلوسيتي وانا بحسب انا السيستريك فيلوسيتي البيك سيستريك فيلوسيتي والاندستريك فيلوسيتي هذا موضوع كبير جدا بدناش يعني بس تعرف فيه وصعب لا طبعا ليش انه تدخل في موضوع كبير جدا بين الراديولوجي والبسكسيجي والطب وديب انتربريتيشن اوف ذا هير سي تي انجيوغرافي سي تي سكان جهاز سي تي سكان عادي تعرف سي تي سكان سي تي سكان وذ كونتراست سي تي انجيو هاي سي تي انجيوغرافي سي تي اي وذ كونتراست اي في كونتراست اوكي هذا ببين لي هون ايش ديستال اس اف اي شوف هون كيف نايس بزر هون كيف ستيروز طبعا هذا الاكسل ايمج ممكن افرض ان الكورونا ايمج كورونا الطقس هو طبعا بعمل الجهاز بوقف اكسل بس بعدين بعمل بروسيسنج بحولها ل اكسل بحولها ل كورونا سيجيكال سيكشنز زي ما شايفين هنا بتبغى تتفرج وبعطيك او بعمل 3 دي ريكونستراكشن او ام اي بي ريكونستراكشن اوكي بس طبعا دائما لازم لانه في ممكن في ايرور يصير فدائما لازم تطلع على ايش على اكسيال الاصلي كثير لازم دائما تطلع عليه ما تطلعش بس على هاي خلاص ممكن لو في لان في بروسس كيس ايرور اوكي هون طبعا البزرز لو انا اعطونا وقت باي فاكيشن انتم كمان بي لك رايت اند ليفت كلكم بي لك بعطيني اكسترنال انترنال
اوكي هذا كمان اياه فاهمين اكسترن اوكي هذا اكسترن مكمل اسكمن فيمر هون بلا امبريلا ليجمنت اوكي واكتمل فيمر هذا اكتمل فيمر بعدين يجيب بروفاندا واس اف اي ستراكشر فيمر اس اف اي يكمل الاس اف اي بعدين البليكيا هون هون البليكيا بعدين بعدين اول براش تطلع له اكتمل تيبيا هون وتيبي ترانك تيبي ترانك بعدين بصير تيبيا والبرايا البرايا يكون دي بعد ما بنحسش بس نحس احنا ايش عم تيبي تيبيا بصير تيبيا والبليكيا هون والكومن في مرة هون السي تي سكان بين عندي الليجنز اذا كان فيه اوكلوجن او سنوسس ومهم جدا في عيني كلاسيفيكيشن حسب السيفيريتي ال بي سي دي اوكي تاسك كلاسيفيكيشن تراس اطلنتيك سوسيتي كونسنسس ف ات جيفز اس ايديا اباوت ذا سيفيريتي اوف ذا ديزيز اند ذا مورتاليتي Class classification for the different disease. 3D reconstruction of the vessels. MRA. MRA. طبعاً بتعطينا من بعضين ونحب لأنه أنا occlusion في المنطقة هاي و disease vessel. وأنا disease vessel. بس المرأة عادة نحن نستخدم CT scan. يعني المرأة في الامراي يعني الحصول عليها صعب تلاقي جهاز واحد تلاقي الجهاز المريض بعد نص ساعه يصور اوكي جوا في الجهاز فعشان يبقى في دور يكون عدد محدود المرضى دور عدد محدود المرضى اوكي وصعب تجيب مرضاك انت تحطهم تعملهم امراي اوكي إلا لحالات محددة فقط وبالطوارئ غير متوفر فيش MRI بالطوارئ بس CT scan دقيقتين كنا بنصور أوكي وتزمد والكونتراست فعشان هيك CT scan is what is standard وحدة القصرة للور ريم ممكن نعمل قصرة للور ريم تزمد as you can see here طبعا لنشر سمبل ديزيز اذا عنده الاي بي اي اقل من 0.9 فهذا عنده مورتاليتي ريت بسبب سيتد اوف اسكيميك هارت ديزيز اوكي كواليفيكيشن اوكي برضه في امبوتيشن ريسك لكنه لو انت كلوديكانس يعني دائما قبل الستديز كلوديكانس فيرسس كريتيكال بالنقل واحنا اللي هم عندهم سبين او تشلس فهذا السيفير ديزيز بينما الكلوريكال سلس سيفير ديزيز كريتيكال عندهم هاي امبوتيشن ريت وهاي ديث ريت كمان ازول هون نسبة لو بلشنا بضل على المرضى 100% من المرضى مثلا وهون بعد سنة هون عندنا 25% ريسيف ميديكال تريتمنت 25% ريسيف كرمال امبوتيشن وريباسكولاريزيشن نعمل كلاسيفيكيشن 50% بعد سنة يكون 25% من الدد اوكي ارايف امبوتيتد 30% كونتينيو كريتيكال ان ديسكيو 20% وريزولف 25% لان بتعامل مع مرضى مالتي مورد بيشنتس هاي ريسك بيشنتس هاي مورتاليتي ريت فمرضى الباسكولار كلهم اوكي يعني وضعهم تعبان شوف انت هون كمان انت عامل ريسيرش 55% عامل ريسكولايزيشن اوكي وقديش ناجح منهم ريزولت 25% وناس عملتهم ريسكولايزيشن لكن انتهى بامبوتيشن اوكي فهذا كله موجود بالباسكولار سيرجري المنجح ميديكال عنده باسكولار ستنتنج و surgical reconstruction أو ممكن نعمل primary amputation للجانجرين أو لا severe non-reconstructable disease with risk pain
other location. Okay. شو الكونسيرف مانجمنت؟ اللي هو الكونسيرف مانجمنت اللي هو طبعا ما لازم تستوب سموكينج. ايش عشان ستوب سموكينج؟ طبعا انا مره ما بحلاش بعمل ولا مره بعمل على المريض ستوب سموكينج. اوكي. لانه مدمنين وهون عندنا موجود في ادويه في علاجات المفروض يستعملوها المرضى. اوكي. تو ستوب ذا سموكينج بس تلاقيه بعمل قسطره وعمليه وبعد العمليه بتلاقيه بدخن. وبدخنه بعد 2-3 في اليوم. يعني ليش رجع عمل عمليه مش عارف ولا عمل قسطره. هو راح يسكر طالما مستمر لمده السموكينج. هيز ديزيز والتوتيتو بس. عشان هيك بصير فيلر ريت بصير امبوتيشن هاي امبوتيشن ريت. اكسرسايز يعني خاصة المرضى خلينا نحكي اللي هو عنده كرونيك ميديكيشن يعمل اكسرسايز اللي راح يصير الريزرف ميديكيشن بصير يزيد ممكن يتحسن كونزرف مانجمنت. اوكي. كنترول الزايديتس كنترول السايبر تنشن كنترول السايبر ليبيديميا ممكن نعطي كمان دراجز اللي هو انتي بليتلتس وبنتوكسيفينين. طيب الديفاسكولار ستنتين وسيرجري. طبعا كل ما زادت كل ما زادت اللي هو السيفيريتي راح يحتاج مور تو وان سيرجري. ستنتين تو يكون عندي ستينوزس مثلا او اوكلوجن. اوكي. ممكن نفتح بالبالون ونحط ستنت. سيرجري ممكن نعمل باي باس اذا كان يعني اذا كان عندي شورت سيجمنت ستيروز او اكلودد بس نعمل ايش؟ اللي هو اندوفاسكولار اللي هو تاسك اي اوكي او بي حتى سي صار يبلش اندوفاسكولار. لكن اذا كان المريض تاسك سي او دي اوكي فبتر سيرجري اللي هو باي باس سيرجري. طبعا باي باس يوزنج ذا بين يوزنج سيكونسين نستخدمه كجرافت. الان خلونا نحكي عن الاكيوت دوران الاسكيميا. الاكيوت دوران الاسكيميا ممكن تكون امبوليك او ثرومبوليك. يعني واحد ما عندوش شيء يعني فجاه صار عنده ايش سيمبتومز باللور لم ديو تو امبولس فور اكزامبل ذات ترافلد فروم ذا هارت تو ذا لور لمز او ثرومبوس صارت اوفر سيفير سيروتيك ليجن صار ثرومبوز وتحولت من ستيروسس الى اوكلوجن وهون ثرومبوزس. اوكي. ممكن يصير ديو تو اكتيف سكشن ديو تو هايبر ميكوبليستيت ديو تو تروما. فمهم جدا نميز بين الامبولس والثرومبوزس انه هذا الامبولس بيجي اكيوت بينما الثرومبوز بيجي على الاكيوت الكرونيك. يعني واحد عنده كرونيك ديزيز وصدر ديتيريتد بارز اكيوت ثرومبوزس. كيف تعرف من خلال الهيستوري؟ من خلال اكزامينشن ذا اذر لمب بتلاقي وان رجل وحد الرجلين بتلاقيها تفحصها بتلاقيها كولد وفيها سايز اكيوت اسكيميا بينما الرجل الثانيه ايش فيها؟ فيها كرونيك اسكيميا. او ممكن تكون نورمال، اذا كانت نورمال الرجل الثاني بروح على طول انه يكون امبوليك. بس البرزنتيشن اوف اكيوت اسكيميا 6 بيس يسموهم 6 بيس اللي هم من فروم هيستوري بين اوبريشن كولد. اوكي. بين اوبريشن كولد الان من اكزامينشن بالسلس هيلو ومن نير اكزامينشن اندولوس اكزامينشن باراسيزيا باراليسيس. طبعا هون مهم جدا هذا التصنيف اللي هو الاكيوت اسكيميا انتو كاتيجوري 1 2 3. طبعا هون اختلف عن الكرونيك اسكيميا يعني الموضوع مختلف ما في 1 2 3 4 مش هيك. هون مختلف هون 1 2 3 ما لهمش علاقه ببعض. الان
رجل بايبل، لأن هذا الرجل إذا صار في كوليسكيميا وكان أكثر عن الرجل لمدة 4-6 ساعات شو بصير؟ إذا صار في كوميدي الوجه كوميدي بطل صفاي شو بصير؟ جانتري. أوكي؟ الآن أول واحد رجل بايبل دخل في الفيلم فيش صيص الرأس فيش مصوريك نس البارسز أردل على الجهاز دبلة فرتنت بتدير التوبة فرتنت مارجنة فرتنت أو عميدة فرتنت. أوكي الآن راح فيش بارس يعني بحس على بحس حتى الجهاز على الأردل ما بسمع شيء ما بسمع شيء ها الأردل. طيب بس في فينس ممكن في فينس سيجنال بس انا لما كنت اجي فينس والاخير سيجنال كلها ذلك احسن. طيب فكيف بميز انا ما بين 2A و 2B؟ الان من خلال الجروح المصل ويكنس لاحظ 2A مصل ويكنس نظر ها مش مصل ويكنس بينما 2B في مدرة ما يكون مدرة مصل ويكنس. كيف بعد ما حصل فرق مصوبي كنس نخلي حركة أصابع حركة أصابع جرين إذا بحركهم نورمالي ومن تمام أوكي مع أنه مش حاسس مش سعر البرس هذا طوي إذا في شوية ويكنس بلاش في شوية ضعف مختلف عن الجهة الثانية أوكي هذا معناته طوي إذا فيش بحركهم مش ما بحركش أصابع جرين هذا معناته إيش عنده باراليسيس اللي هي واحد من 6 بيز اللي هي باراليسيس فهذا ستيج 3 هو ريفيرسال يعني شو خلص داخل الجانجرين شو معناته ما بستفيدش تريتمنت هذا ما بتعطيه برين immediately to prevent propagation of the thrombus. لأن كل أمبولاس مثلا عنده هاي الأمبولاس يصير عليها build up of thrombosis. برضه إذا كان ال disease already due to thrombosis, he will benefit from the pain. طبعا other options موجودة عند الانتباسكر options بس السير جري حالة ال عشان هيك ممكن تتنى بريز اللي هو بريز بين الأوراق لأن هذا المريض الأول واحد هذا بتدخل وتعطيه بريد أوكي بتعمل له انسيشن بعدين بقول له ترى انسى كثير ثلاثين أوكي بتعمل له انسيشن بتعمل له توقف بعد يعني هذا يعني أوكي وماشي على البريد هذا المريض يعني ممكن نكتب أكسجين ثاني فيش عنده مصل ويكنس فيش عنده مصل ويكنس او عنده اوكي فيش مصل ويكنس الان حرك اصابعه زي ما بده وبتلاقي جاي اصلا سيدي واصل جاي سيدي واصل جاي اصابعه حرك اصابعه حرك اصابعه كويس ايش فرص ما فيش فهذا المريض هذا معناته بدك تاخذه حط له الكريم ممكن ثاني يوم الصبح تشتغل اوكي بس عندك 2B اللي هو بلش يصير عنده فيش بلس الكوكول في مصر ويكنس هذا معناته بتشغله بالليل بيجيك او مثلا انت بتشتغل ليل نهار اوكي لانه معك 4-6 ساعات شيء كان هذا يعني كان جاي اصلا هو كان جاي يعني اول ما شاف حاسس بالمشكله اوكي مره مره ما شاء الله اوكي بعد 24 ساعة يجوز كما قول الأجر كنت في جامعة المورة كنت في الأجر أوكي كنت في الجامعة أو هو بحكيش مثلا أو صار مريضة صار لها وجع راح الدكتور مثلا عام حوص لما راح لها طوارئ وعطوها عدة بولتين وروحت أوكي مثلا من هم شد على الأرض أو صار لها لكتون وكمان عم مستشفيات على الطوارئ على الثلاث
اوكي راح انجار الخربوز اوكي دهن عليها زيت ابصر شو سوى البيج تجي لك دخله اوكي دخله هنا دخله وين عملت انا رجع سرقون وين ما رجع سرقون اما لو تجي مثلا صارت هالامبرص صارت هالامبرص اوكي مباشرة صار في سبت تحكيت فيهم وحلو خرجت سألت عن طوارئ طوارئ دكتور شاطر اوكي شرواتي مباشرة شك مسكينين اعطاها الفريق حتى مباشرة مثلا مباشرة سيرجري والله عندي مدد على شو مسكينين يقول لي طبعا هي عمليات وانا عم بشيل الامبرص ترجع لها 100% اوكي طبعا كل ما طولنا بالتنعمل بالاوبرتي يعني الرجل سكينيا فتره طويله مثل 4-6 ساعات تقريبا بعدين عملنا اوبرتي وانا معرض للانسان كومبارتمنت سندروم كومبارتمنت سندروم اللي هو دكتور بيرفيجن انجري بيرفيجن انجري which is also maybe a sit with sleep manifestation or rhabdomyolysis renal failure what's your organ failure طيب هاي المحاضرة خلصناها